كده. وفين بعد اسبوع 10 ايام والاقي البرلمان الاوروبي طالع يعني منظر مش تمام. طب انتوا فين؟ هنا بقى ننتقد وهنا نقول ده غلط اللي انتوا عملتوه. عارف ليه؟ عشان ما يتكررش تاني، مش عشان نغمي عينينا، عشان ما نتكررش. اربط دي بحاجه ما حدش عمل حاجه. اول خبر كان كويس في هذا الموضوع النهارده الحديث بتاع الرئيس السيسي طمن الناس. التاني الجميل اللي انا كنت سعيد النهارده وهو لقاء شيخ الازهر مع البرلمان الالماني. ده لا تحفة. هكلمك في ده تحفه. لا الاسئله اللي اتعالب بعد كده الاسئله واللقاءات اللي عملها مع ما تتصورش قد ايه النهارده انا كنت سعيد وانا بسمع الدكتور احمد طيب، خاصه انا اعرفه معروفه شخصيه لانه طبعا هو من الاقصر، 7 سنين عشنا مع بعض وانا عارفه. احد الاصدقاء كان بيكلمني من المانيا الصبح بيقول لي اول ما دخل حصل قنبله في القاعه. تفتكر ايه؟ محدش فينا في مصر خد باله منها. إيه؟ وهم بيقدموا الشيخ الطيب قالوا انه ده شيخ المسلمين واكبر شخصيه اسلاميه في العالم الاسلامي، انه حاصل على الدكتوراه من السوربون. تخيل. الالمان ما كانوش مصدقين. الله، ده اكبر قيمه دينيه في العالم الاسلامي ودرس فين؟ في السوربون. اذا انتوا يا مسلمين انتوا ما ناس عندكم اعتدال في الاسلام الصح. بدأ يتكلم الخطبة كانت، أعتقد أنت سمعتها وشفتها. طبعا سمعتها. رائعة. وقسمها حاجتين، اتكلم ثلاث حاجات. الأقباط بالظبط. الأقباط اللي هم أو المسيحيين في أوروبا، ثم المسلمين اللي قاعدين وعايشين في وسط أوروبا، ثم الحاجة الثالثة كان بيوضح إن الإسلام دين تسامح. زي ما أنت قلت بقى كان في قنابل موقوتة بعد ما خلص. يعني بص هذا الخطاب والحوار يتحط سيديهات ويتدرس. انا في حاجات اتعلمتها منه النهارده وفي اسئله كانت جارحه. انتوا يا مسلمين انت ليه بتسمح للرجل المسلم ان يتزوج مسيحيه ولا تسمح للزوجه او للسيده المسلمه ان تتزوج مسيحي؟ يعني وليه؟ هل انتوا فعلا بتقتلوا المسيحيين؟ بقول لك كان رائع. جه في توقيت مع ايه بقى؟ جه في توقيت مع انك انت البرلمان الاوروبي لسه اول امبارح مطلع العريضه اللي طلعها ضدك، فكانت دي ممتازه. مع سياده الرئيس النهارده، طب فين بقى السفره بتوعنا؟ طب فين وزاره الخارجيه هنا بقى احنا مش بننتقد، ولكن بيقول يا جماعه اما تحصل ازمه زي كده لو في طاقم قائم اداره الازمه بيحط البلانز واي وبي وسي ويتحرك. هل انت عايز تقول لي البرلمان الاوروبي اجتمع من 27 دوله واحنا لا نعلم ان ده هيتم؟ طب احنا كنا فين؟ ايوه بس في حاجه مهمه جدا. انا البرلمان الاوروبي ليس الاتحاد الاوروبي، وانا البرلمان الاوروبي عندما يتلقى يرد على البرلمان المصري مش ترد على وزاره الخارجيه المصريه. لا 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 معلش، هو انا نختلف هو ليست له قرارات وغير مؤثره. ايوه طبعا بس اداك سمعه. ايوه يا فندم بعد اذنك، ما انت طلعت بيان ردا عليه، ولكن هي القضيه في ايه؟ انت لا تستطيع كدوله ان تذهب الى البرلمان الاوروبي كحكومه وتقول انا جاي اكلمها الان. لا تستطيع، انما اللي يكلمه البرلمان. لا لا، هو انا كنت هستنى لما تحصل الازمه واتدخل. انتوا كنتوا فين في الفتره اللي فاتت؟ طب الازمات عماله تحصل، عماله بقى 5 سنين يا سياده اللواء. لا لا، عشان احنا برضو زي ما قلت من اول يوم ما عملناش طاقم اداره ازمه. طيب طاقم اداره الازمه يبقى موجود، هيحط سيناريوهات للاحداث، هيعملوا 1 و2. طب عايز اسالك سؤال. خلينا احنا اتكلمنا في الكرايسيس مانجمنت واداره الازمات عده مرات في هنا في الربع ساعه الوقت اللي فات. تمام. هو احنا عندنا إدارة أزمات في مصر؟ طب ما كامل أبو علي وداخل معاك كان رائع لما قال وزارة السياحة دي المفروض يبقى فيها إدارة أزمة قاعدة 24 ساعة. يا فندم المفروض شيء والذي نعلمه أنا وحضرتك والأستاذ كامل وغيرنا شيء، إنما ما ينفذ شيء آخر. ما نتعلم بقى محمد بعد كده بيقول فسر لي. طب احنا ليه رغم إن احنا كلنا من المفترض إن في ناس كتير جدا عارفة حضرتك رجل متصل رجل وكلنا متعلمين رجل دولة كلنا متعلمين وعارفين الكلام. طب احنا ليه ما عندناش إدارة أزمة جيدة في الحكومة المصرية تعلم بقية الوزارات تعملوا إدارة أزمات، وفي فرق إدارة أزمات متخصصة في إدارة أزمات الرأي العام؟ أنا نفسي القوات المسلحة تسمح لكم إنكم تشوفوا مركز إدارة الأزمات للقوات المسلحة، هايل معمول زي الكتاب، زي كتاب تحفة. وكان الرئيس السابق بيحضر في إدارة الأزمات، بس دي خاصة بالقوات المسلحة. دي خاصة بالقوات المسلحة والمواجهات والكلام ده كله. إنما ده ملوش دعوة بضرايب بتكتب وحكومات بتشتغل. لا لا لا، أنا عايز أقول إيه؟ إن كل وزارة مسؤولة إنها تعمل إدارة، مجموعة إدارة أزمة. النهارده الطيارة اتخطفت، ليها مجموعة إدارة أزمة. في مجموعة طيارة اتخطفت سياح، إدارة أزمة. من أول يوم.
وبعدين احنا عندنا في اكاديميه ناصر اسمها دوره اداره الازمات موجوده، وفي دوره تفاوض، يعني العلم بيوجود يا محمد، انما المشكله ان احنا ما بننفذش زي ما انت قلت، بنتكلم كتير وعارفين ما ننفذش، فهنا نحاسب بننتقد يا جماعه. وبعدين عايز اقول ايه؟ احاسب مين؟ مش هدفنا الانتقاد، النهارده هدفنا ان لو اي حد بيسمعنا مسؤول في وزاره من بكره الصبح يا جماعه انا عايز طاقم اداره ازمه جاهز، اكاديميه ناصر بتعمل الدورات، الكلام ده مكتوب مش حاجة جديدة، مش هنألف. عارف لو مش عارفين اقول لك هات خبرة، لا ده احنا بندرس دولة الازمات دي لكل الدول العربية، اذا لازم نبقى عارفين. وقلت لك انه لو كان موضوع ده من اول يوم بتاع الايطالي ده اتحط له طاقم ادارة ازمات ما كناش وصلنا للكلام ده. لما احب احاسب احاسب مين؟ برضو معلش انا مش عايز قاعدين هنا عشان نحاسب، احنا قاعدين عشان ما نكررش الموضوع ده تاني. كويس. انت عارف عندنا في الجيش في طريقه ايه؟ في حاجه حلوه جدا، اي حاجه بتحصل تاني يوم طاقم يقول لك ايه؟ الدروس المستفاده من المشكله اللي بتتحط، عشان تتحط في اي حادثه مقابله زيها افتح الدروس المستفاده، ما نعملش 1 2 3 4. اتعشى من وزاره الخارجيه تعمل هذا الموضوع عشان ما يتكررش تاني، لان ممكن يتكرر تاني بكره. وبعدين انت جاي مع مين؟ مع ايطاليا. ايطاليا الشريك الرئيسي النهارده في استكشافات البترول في البحر المتوسط، عايز يخلق للجو عدائي مع الشعب الايطالي ومع الحكومه الايطاليه، وخد اكبر من حجمه. لكن من اول يوم لو كان في تاني بقول طاقم اداره ازمه لاحتواء هذا الموضوع، في الاخر ارجع لرئيس الجمهوريه عشان يعمل حوار. اقول الحمد لله ان الشيخ الازهر امبارح كان موجود وقال الكلام ده قدام مين؟ قدام البرلمان الالماني. رائع، محدش حاسس بقيمة هذا التدخل اللي عمله الشيخ الازهر، لان البرلمان الالماني من اقوى البرلمانات. ده واحد. ما تنساش ان المانيا كانت في البداية بعد ما مشينا الاخوان كانت لحد ما راح الرئيس السيسي وعدل الموضوع في المانيا. المانيا النهاردة بقت
قلنا لحضراتكم مرة أخرى أسوأ جهاز موجود في مصر هو الجهاز الإداري، اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق. نكمل الإجابة، ليه أسوأ؟ ليه؟ في إيه؟ طيب ونصلحه إزاي؟ طيب برضو عشان إيه ما نقعدش نقول كلام مسترسل ولا بتاع وعدم الاهتمام لا نتكلم حقيقة. بتقول إيه؟ نمسك المحافظين، وعشان أنا كنت محافظ، غير المحافظ، شيل المحافظ، لن يتغير شيء لأن السيستم غلط. هل تعلم أن المحافظ في مصر، أنا مش بدافع عن المحافظين لكن أنا أقول حقيقة عشان نصلح، مش تعال نصلح الجهاز الإداري، يبقى نصلح أول حاجة مين؟ رئيس الجهاز الإداري في كل محافظة هو المحافظ. المحافظ لا يدير أي شيء في المحافظة، ده حقيقة. أمال مين اللي بيدير؟ الوزارات. طيب نمسك مثال، حضرتك محافظ جالك ميزانية 1/7، تعلم حاجة عنها؟ تعرفش. 1/7 جالك الميزانية، تعالى يا ابني المدير بتاع الإدارة المالية قول لي يا فندم هتعمل كباري هنا وهنا بكذا، وهتعمل طرق هنا هنا، مدارس هنا، مستشفيات كذا. حد خد رأيك؟ محدش. حد خد رأيك؟ خالص. ليه؟ هي مصر ماشية كده، ما أنت بتقول لي إيه السبب؟ بقول لك السبب. الإدارة المركزية. الإدارة المركزية في مصر، كل حاجة من القاهرة. ندي أمثلة. أنا أول يوم رحت الأقصر، في عندنا مستشفى العام دي مبنية من الحرب العالمية الثانية. فاول اسبوع قال ايه ده بنطور المستشفى، كلام معايا انا محافظ نازل جري على المستشفى، خلاص هاتوا المقاول هاتوا مش عارف فاتن. فجت البنت الممرضه قالت لي يا فندم المستشفى معموله من ايام زمان، فالباب بتاع الاوض المرضى ما يدخلش الترولي بتاع المريض. تعال بتاع ده المهندس افتح البيبان بتاع، خد المقاس هاتوا الترولي، وقفت خلاص شكرا ومشيت. ثلاث ايام رحت، يبقى الامر اللي اداناه لازم يتنفذ. لقيت البيبان ما اتفتحتش، فين يا ابني ما فتحتش البيبان ليه؟ بعتنا لمصر يا فندم. مصر؟ هو انا مش عندي هنا وكيل وزاره الصحه وفي بتاع مثلا 20 30 موظف ومنهم اداره هندسيه؟ في وزاره الصحه عندنا اداره هندسيه؟ لا ايوه ده في المحافظه، كل محافظه في مصر تمام فيها وكيل وزاره للصحه، وجوه وزارته وجوه الاداره الصحيه موجوده قسم هندسي. اتضح الاتي، مصر بتطور 70 مستشفى، بيطوروا منين؟ من القاهرة. فعشان أنا قلت وسع البيبان راحوا كاتبين الطلب وبعتوه القاهرة، القاهرة بتدرس بتبعت لجنة تعاين، الكلام ده خارج الخطة، تلات أربع أشهر. أنا بديك مثال. طبعًا أنا نزلت قلبت الدنيا، مين ده؟ بتعمل إيه؟ بتاع طب فوزير الصحة قال خلاص اللي أنت عايزه، بعت معايا ناس وبديت أشتغل ووديه. راح مسكني في حاجة تانية بقى، المستخلص. ما هو الميزانية راح لمين؟ بتاع التطوير؟ راح لوزارة الصحة، واخدة تطوير 70 مستشفى. المحافظ لا يدير شيء. ده الصحة. المدارس. أنا بس بديك عشان إيه؟ ما تقولش إن أنا بقى غالي. وأنا قلت لأحمد زكي بدر. أنا عمال أسمعك، وأنا قاعد عمال أسمع، أنا أسمع حال مصر. أنا قلت لأحمد زكي بدر، هو صديق عزيز، لأنه طبعًا مشكلة بقى وإحنا في برضه المدرسين. تيجي بقى الثانويه العامه تلاقي كاميرات نازله تصور السيد المحافظ بيزور الثانويه العامه. فدخلت انا فاكر اول يوم، طبعا بيبقى المدرسين من خارج المحافظه. فلقيت اوضه من اول يوم الاوضه فيها اتنين بيبقوا ملاحظين. فلقيت واحد منهم مش موجود، ببص لقيته فارش وبياكل طعميه. طبعا انت عارف المدرسين بيبقوا مستنيين فتره الامتحانات لانه بياخدوا مراقبه وتصحيح، فبتبقى ميزه لهم. فمش هتكلم يا سيد وكيل وزاره التربيه والتعليم، المدرس ده يمشي فورا ويرجع بلده. خلاص تمام. طبعا عندنا احنا في جيش المتابعه، مشكله المتابعه، تدي قرار تاني يوم او تالت يوم تشوف اتنفذ ولا لا، والا تبقى قرارك في الهواء. تالت يوم دخلت لقيت المدرس واقف في اللجنه. تعال انا ماليش دعوه بيه، تعال يا سيد وكيل وزاره. عملت ايه؟ قال لي يا فندم بعتناه مصر. بعتناه مصر يعني ايه؟ قال ما احنا من سلطتنا. وزير التربيه والتعليم عنده 4000 5000 لجنه عشان تنقل مراقب من السنه ثلاث سنين امتحانات. اقعد بقى ابعت لجنه واللجنه وعين الوزير فاضي مش فاضي ويصدق وينزل. عشان كده بقى احمد زكي بدر حي من الوزراء المحترمين جدا. انا كنت سعيد انه تولى المنصب. وانا اول يوم تولى وزاره التربيه والتعليم، انا قعدت 7 سنين محافظ، الوزير الوحيد اللي عمل اجتماع للمحافظين. وجمعنا في احد الفنادق. فجاي داخل اول ما قعدنا انا عايزكم تساعدوني ايدكم، رحت رافع ايده فقال لي ده انا لسه بقول بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له نساعد مين؟
اللي حصل كذا كذا كذا، احنا ليست سلطات لنا سلطات جوه المحافظه. شوف بقى الوزير اتذكر، تمام؟ قال طب حاضر ممكن اكمل؟ قلت له كمل. جاب واحد ابتدى وشوشه، ساعه لقينا قرار من وزير التربيه والتعليم لكل المحافظين بتفويض كل محافظ بسلطات الوزير داخل محافظته. طب انت عايز ايه؟ نزلنا بقى وطيحنا وفتشنا. بعد ما مشي احمد زكي بدر اتلغى القرار؟ لا 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 خلاص. ده ما انا مش بقول كده عشان عايز تصلح، احنا مش بننتقد. الكلام ده بقاله 40 سنه، مش اللي اتعمل النهارده في عهد الرئيس السيسي ولا لا. عشان تصلح النظام زي ما تقول الجهاز الاداري هو ده متصلح من كده. طيب انا معلش بقى استنى بس اخر حاجه بقى. احنا عندنا في الاقصر الطريق اللي بيجي عليه السياح كل يوم من الغردقه كان بيجي لي 10,000 سائح الاوفر داي فيزيت. فخدت الطريق بقى في الترعه والكلام ده ومساكن الفلاحين، خدت طلبه كليه الفنون الجميله يشتغلوا ويتعلموا ويعملوا بلادهم، ادهنوا البيوت دي الالوان بتاعت النوبه. فدخلت نجع، اهل الاقصر لو سامعني دلوقتي، نجع اسمه الترعه، الترعه كده اللي موجوده ودول عاشوا عليه وبنوا. فالعيال داخلين بقى ادهنوا كده وروني فاتوره الالوان، لازم تشوف كل حاجه بعينك. فلقيت واحد طالع لي قال يا سياده المحافظ فشل الكلوي عندنا 10 هنا كل يوم ومفيش عربيات والمكن عطلان. وقلت له 10 ده انتوا ما تطلعوش مثلا 300 اسره؟ قالوا اه. فواد متعلم فيهم قال لي ما احنا بنشرب ميه بتاعه الترمبات. الله، النجع الترع ده على طريق المطار بينه وبين ماسوره الميه الحلوه بتاعه المطار 50 متر. ماسك التليفون استكتلع مساعد تعالى لي بكره الصبح الاقي الميه واصله هنا، في ظرف اخر الاسبوع الاقي الميه داخله في كل بيت. خلاص. بعدها باسبوع اتحولت للنيابه وانا محافظ. لا لا سمعت بس، اتحولت انت للنيابه؟ آه. عشان ما كانش في ميه حلوه عندنا. لا معلش دعوه، ان الارض دي على جنب الترعه والترعه دي املاك دوله، فانت دخلت الميه لاملاك الدوله. طب الناس دي قاعده بقالها 20 سنه، يعني انا ما ادهمش ميه حلوه. يعني قصد حضرتك ان انت حاولت نيابه عشان حاولت تدخل الميه، ولا عشان ما عشان ما كانتش موجوده؟ لا عشان دخلت الميه. ولولا ان احمد نظيف كان بعديها بثلاث ايام عندي وكان داخل قبل السيد الرئيس ما يوصل، وصل قلت له على فكره لما تحاول كذا هقول للسيد الرئيس دلوقتي. قال بعرضك هات لي ورقه امضي ارجو موافقه مضالي. فعشان كده اتلغى التحقيق. الخلاصه من الكلام ده ايه؟ ليس لاي محافظ في مصر اي سلطه على كل الاداره بتدار مركزيه من مصر. يا سياده اللي هو بعد اذن حضرتك. طب طالما عارفين العله نحلها ازاي؟ هل قانون الخدمه المدنيه جزء من حل العله؟ لا، الخدمه المدنيه دي بقى الموظفين وحضورهم. وطبعا على فكره القانون ده كان رائع، انا ما اعرفش ليه اترفض، بس يمكن مجلس الشعب كان مضطر انه يعني يعمل حاجه عشان الناس اللي انتخبوه. الايد النهارده في احمد زكي بدر. احمد زكي بدر زي ما قلت لك هو اللي اتخذ القرار وهو اللي عمل هنا، وانا قلت له فارجو ان احمد زكي بدر يعيد للمحافظ سلطته. ما تقولش المحافظ ده ممثل رئيس الجمهوريه في المحافظه، لا يملك شيء. لازم المحافظ يقعد. طب هقول لك حاجه، ايام المجلس النيابي ده اللي هو كان سبب الثوره وال25 2010 جم جمعونا المحافظين وقالوا لنا قبل الانتخابات خدوا قرشين لكل محافظه عشان الناس تشعر بده. اقسم لك كانت احلى فلوس اتصرفت على المحافظات. ليه؟ كل محافظ عارف عارف البلاوي اللي عنده. يعني النهارده مثلا في قريه هنا، يعني اجت الحكومه قالت لكم خدوا فلوس علشان تضخوا شويه بعد الانتعاش، بعد الانتعاش في البتاع. احسن فلوس لانها ايه؟ راحت في الحته الصح، لان كل محافظ عارف دي قريه هنا ودي قريه الناحيه الثانيه وبينهم ترعة، تمام؟ في معديه الصبح واد بفلوكه، طب بالليل بقى يعين الواد الفلاح الغلبان اللي عايز يوده مراته المستشفى، يمشي 3 كيلو كده ويرجع عند الكوبري اللي هناك ويرجع تاني. لكن المحافظ عارف عدايه ب 400,000 عمل لهم عدايه هنا وهنا وهنا، ريحت الناس. ليه؟ انت عايش في المنطقه ومتعايش معاهم فقدرت تعمل لهم احتياجاتهم. لكن انا كل التخطيط يتم في مصر؟ ما ينفعش، ما ينفعش. طيب. لازم المحافظ يشارك في التخطيط لمحافظته. محمد فرة بيقول بعد 4 سنين ممكن نكون افضل مما نحن عليه، اما اكبر دي فهي صعبة ولكنها ليست مستحيلة. ارجعك ايضا الى حتة القوة الزراعية، ان احنا مش قادرين نزرع قوتنا، ما زلنا القمح بنستورده، الزيت بنستورده،
هل ده جزء من المخطط اللي انت المفروض تبص له في المستقبل عشان؟ طبعا طبعا. احنا ايام القوات المسلحه انا فاكر في يوم كان مش عايز اقول ايه بتاع، فاتعرض على سياده الرئيس بنستورد شابه في الخارج بكذا، والمشكله فحقيقي انا بدي كل واحد حقه، فالمشير طنطاوي قال له فندم ادينا 6 اشهر هنعمل مصنع شابه، انت فاهم؟ فاللي انا عايز اقوله ايه، انت عارف احتياجاتك وعندك مشاكلك، انت بتزرع قطن قصير التيله والمصانعك طويل التيله، ما ينفعش. هنا بقى بتيجي ايه الخطة التنمية الشاملة. الخطة التنمية الشاملة ليها بقى ليها قصة وليها ليها موال طويل. تقعد تدرس احتياجاتك، مشاكلك، انت عايز ايه، وبعدين ازاي تنفذها. انما النهارده اجي اقول انا هوقف مش عارف استيراد ايه، طب لبن الاطفال، طب ليه ما نعملش مصنعين البان اطفال في مصر؟ ايه المشكلة؟ لا اتعملوا وقفلناهم. انا عارف قطاع خاص، طب ايه المشكلة؟ ليه؟ لانك انت ما انتش عامل ماستر بلان للدولة. الماستر بلان بتقول كل احتياجاتك بتحطها وهاو تو فلفل زي ما اتقال لنا كده بره، انك تنفذ هذه الاحتياجات. وبعدين ادي امتيازات لرجال الاعمال. انت جايب رجل اعمال مش عايزه يكسب وعايز انت اللي ما ينفعش. بمناسبه مش عايزه يكسب، رايك ايه في تصريحات محافظ البنك المركزي لما خرج يقول للشركات ما انتوا بتشتغلوا وبتكسبوا؟ لا مش عايز افتح الموضوع، عارفيني بالسؤال في موضوعات كده هنفتح في موضوعات تانيه مش عايز اتكلم فيها. انما اللي انا عايز اقوله، لا لا انما اللي انا عايز اللي انا عايز اقوله انا عايز بس معلش عموما الاجابه محمد. وصلت على السؤال ماشي. اللي انا عايز اقوله يا محمد لازم نقعد ونفكر. انا بشتغل في القطاع الخاص دلوقتي حقيقي، القطاع الخاص في ناس تفهم كويس قوي، في ناس على علم وعندهم رؤيه وعندهم فكر، انما احنا قاعدين بنكلبشهم بشويه قوانين. فلان ده عمل حته في القطم ما كانت صحراء، انت فاهم؟ زي مثلا مدينتي ما كانت صحراء، الحته اللي قدام مدينتي الناحيه الثانيه، طب ما حد ياخدها ويبنيها ويعمل بيها بنيه اساسيه. احنا كانت ما انت عارف موضوع البنيه الاساسيه ده مشكله كبيره جدا طبعا. انا كان عشان اوسع الشارع في الاقصر الكهرباء عشان الكابلات لانها غاليه، طب ما ادي الواحد ادي له. وبعدين حاسبه بقى عشان برضه ما يسقعش ارض زي حيتان الاراضي في رجال الاعمال هم موجودين، قال له 10 سنين اذا ما نفذتش خطتك وعملتها هيتسحب الارض بما لها وما عليا وشكرا لكش حاجه عندي. انما تشغل عمليه، انت فاهم؟ فيعني طيب. فاعتقد الجهاز الاداري عايز دفعه قويه جدا، ولو اتصلح الجهاز الاداري في الدوله كلها هتمشي. الفساد، فساد كتير طبعا كتير، ليش نفتح؟ لا كده احنا لا 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 في موضوع، اصل في موضوعات بص انا ما بقعد قدام الشاشه وبلاقي واحد ضيف يكذب ما بحترموش، وانا مش عايز المشاهد يقول لي ان انا كذاب، يا اتكلم صح يا ما اتكلمش. وانت مش عايز تتكلم في الحته؟ مش عايز اتكلم في ده، معلش اعذرني. طيب خليني انقلك الى سؤال بيطرح نفسه دائما، هو انتوا ليه بتلوموا الاعلام؟ يعني احنا دائما نلاقي المسؤولين بيلوموا الاعلام، ونلاقي المجتمع بيلوم الاعلام، والاعلام في الاول وفي الاخر بينقل هنا اللي بيحصل وبيقدم الخبر. له راي. لا 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 له راي احيانا. لا لا ايوه لا لا انا حاولت. ايوه انت انا جيت لك كده من الزاويه الصح. ننكش انا نكشت صح كده. لا هناك فوضى اعلاميه في الشارع المصري حاليا. اشكرك. لان سببها سببها ليست هناك لها ضابط. غلطنا غلطه على فكره كذا مره قلتها، فيقول لك اصل عايز يمسك وزير الاعلام. انت عارف ان انا من 4 سنين معتزل عن اي وظيفه حكوميه في الدوله. أنا من اول فايزه منجمه جات لي وقالت لي مش عارف فايام الجنزوري، انا معتزل، انا سعيد عايز اعيش مع عيالي وعايز بعد ما احقق ان انا ارتاح. هناك فوضى اعلاميه لان احنا اخطانا خطا من فتره طويله ب مفيش وزير اعلام في مصر. ونمسك الحته بالراحه. اعلام عندنا في مصر اعلام خارجي واعلام داخلي. احنا عندنا اعلام خارجي صفر على طول من غير كلام. انا مش هقول حاجه. انا اللي هقول، انا اللي بقول صفر. أيوة. رغم ان حضرتك عندك الهيئه العامه للاستعلامات اللي مسؤوله عن هذا الموضوع، وبعد اللي حصل فتره راحوا ناقلينها رئاسه الجمهوريه. هو رئيس الجمهوريه بيشغل الهيئه العامه للاستعلامات؟ ده واحد. الهيئه العامه للاستعلامات عندها 40 مكتب اعلامي في الخارج، انت متخيل؟ لا متخيل وعارف رئيس المكتب والنائب بتاعه والسكرتارية والمترجمين والموظفين وعربيات بيعملوا ايه؟ بس قفلوها. لا 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 معظم المكاتب. لا 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 قفلوا مكتب نيويورك. يعني نيويورك ما يعني، لكن بقيت مكتب انقره موجود، مكتب اليابان موجود، مكتب لندن موجود، كان في البدري. لا موجودين بيعملوا ايه؟
ده واحد. طب ليه؟ طب اين دور السفراء؟ السفراء دورهم لازم يشتغلوا. انت سفير بره ما عادش لا سياسه ولا بتاع، لان وزير الخارجيه بيكلم وزير الخارجيه ورئيس بيكلم رئيس. النهارده السفير بقى دور تنميه ثقافيه، تنميه اجتماعيه، اقتصاديه، اعلاميه. ما اقدرش احاسبه لحد دلوقتي، لان ما فيش حد بيقول له ايه هي الاستراتيجيه الاعلاميه؟ ايه السياسه الاعلاميه؟ يتكلم يغلط يتحاسب. وبعدين هل الخطاب الاعلامي المصري في المانيا زي ايطاليا زي اليابان؟ لا، مختلف. مين اللي يظبط العمليه دي كلها؟ هل عمل استعلامات؟ ما لا، وزير يحط حاجه ثانيه. النهارده العالم تقدم يا محمد. اصبح النهارده في شركات مسؤوله انها بتعمل دعايات اعلاميه، زي ما النهارده السياحه عايزه تعمل دعايه، اجيب شركه. والشركات دي بتقول لك عايز، انت عايز ايه؟ اقول له 1 2 3 4، عايز تنشيط سياحه في مجال كذا كذا. مش تنشيط سياحه ان انا السياحه وقفت في شرم الشيخ اقوم اجيب التنوره لمين يا جماعه؟ الناس اللي عاوزين تنشيط بره مش القاهره. انت فاهم؟ ففي شركات مسؤوله انها تاخد فلوس وتعمل لك دعايه اعلاميه في الخارج. مفيش. اذا ده الاعلام الخارجي نمره صفر. هل رئيس الجمهوريه يطلع انجلترا زياره وما فيش اي مقاله ولا حوار ولا حديث لا في التليجراف ولا صندوق؟ ما تنفعش. نخش بقى الاعلام اللي في مصر، مشكله تانية عندك. نخش بقى على الاعلام المكتوب الاول السهل. عندك مؤسسات صحفيه مليانه مشاكل لازم تخلص. هل النهارده دور رئيس الوزراء ان كل يوم رئيس مجلس اداره الهلال ولا المعارف ولا داخل يقول له كل شهر نبي يا فندم عايز 5 مليون الناس هتعمل اضراب؟ فين هيكله المؤسسات دي؟ لازم تبقى هيكلها عشان تنتج، وانت كنت عايش فيهم وعارف. خلاص انا لا، ما انت كنت في المؤسسات دي وفي الوفد. لا يعني 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 عارف 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 ماذا كويس، عارف ماذا يحدث في الشارع. خلاص تعالى بقى في الناس فاكره ان لو رجع وزير اعلام يشتغل يقعد في ماسبيرو. ملوش دعوه بماسبيرو. ماسبيرو دي لها رئيس اتحاد اذاعه وتلفزيون زيه زي النهار زي السي بي سي زي اي حاجه. انما الوزير ده يحط استراتيجيه اعلاميه لمصر. انت النهارده وانت اعلامي عايز تسال سؤال، تجيب السؤال ده منين؟ مين يرد عليك؟ فبتلجا بقى لاي حاجه هنا او هنا. لا يا محمد كويس. طب بعد اذن حضرتك بس عشان بس نحط النقط فوق الحروف شويه. يعني لا لا استنى استنى، ده في بلوه ثانيه. الاعلام الالكتروني مين بيسيطر عليه؟ ما حدش قادر في العالم يسيطر. لا لا لا، تركيا امبارح لغت الفيسبوك. انا مش بقول يلغي، وانا مش بقول وزير اعلام يجي يمنع محمد شيرجي ما يذاعش والبرنامج ده يتقفل، انتهى الكلام ده. لكن في يقعد معاك على الاقل كل شهر، كل 15 يوم، يقول لك الاستراتيجيه بتاعتنا الشهريه ده كذا كذا لفلاح مصر. لا بس بعد اذن حضرتك، انت كده بتعيد او بتطالب بعوده وزير الاعلام برؤيه للاعلام بشكل كبير. تمام. ودون سيطره. ودون سيطره. يعني ما يرجعش يغسل مخ المطر لا 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 لا، يقول لك الصحافه القوميه الاهرام والاخبار دول بتوعي، اكتب لا لا اللي انا عايزه ولا التلفزيون المصري يجي يقول اللي انا عايزه. يبقى لا عملنا ثوره ولا اتطورنا ولا نمشي زي العالم. ويبقى اللي عايز كده يبقى له حق يلغي. انما انا عايز وزير الاعلام يكون اب ويضع السياسه الاستراتيجيه الاعلاميه والسياسه الاعلاميه وتوجهاتنا في كل دوله في الخارج. مش ده زي ده، انت فاهم؟ انا في دول عندي دول سياحيه زي المانيا وزي ايطاليا عايز اركز. اليابان بتعشق مصر والصين وروسيا، فلازم يبقى ليه توجهات اعلاميه ويوجه الناس واقول للسفره اطلع اعمل كذا، اعمل مقر، اعمل انترفيو. امال علاقاتك فين؟ امال شغالين بتعملوا ايه؟ المكاتب اللي بره تشتغل. هو ده. ايوه بس انت تقدر كوزير اعلام تامر سفير؟ لا طبعا، ما فيش اسمها امر، اديله توجهات. لازم يدي شغلته توجهات الدوله العامه، توجهات الدوله العامه. تعكس واقول له تعكس صوره مصر في الخارج، في الخارج زي. في كل دوله. خلينا نركز داخليا معلش. طيب هو النهارده في كم لجنة وكم مجموعة وكم تكتل وكم نقابة كل الكلام وكم ميثاق؟ ما فيش اصل، ما ده صاحب قرار. اللجان دي كلها ممكن تبقى استشارية، يبقى رئيس مثلا وزير الاعلام يقعد مع ده يقول له رأيك ايه، يديله استشارات. انما صاحب القرار واحد. عندنا في الجيش كده القرار بيصدر من واحد ويتحمل مسؤوليته واحد واللي بيسيطر عليه واحد. تمام. انما بقى مش عارف لجان ايه كل ده استشاري. رأيك ايه في البرلمان؟ البرلمان انا مش عايز الناس تحكم عليه بسرعه. معلش معلش، احنا بقى لنا 5 سنين من غير برلمان. خلاص. وانا دايما قلت لو انت رجلك متجبسه 5 اسابيع وتيجي تمشي مش هتمشي زي الاول. ففي البدايه اولا ما كانش فيه بتاع دوت اللي هي اللائحه،
فبالتالي الناس لسه جداد، معظمهم جداد، فندي الناس فرصه. خد بالك الناس دي كلها جايه بانتخاب رسمي وانتخاب نظيف، وامريكا بصة لهذا البرلمان انه احد انجازات مصر في الفتره الاخيره، نديله فرصه وبلاش بقى نقعد نتريق ده بياكلوا لقمة. يا جماعه في ايه بس؟ يعني في حاجات يا محمد هنا بقى اللي يبان الاعلام المحترم. شوف انت النهارده انا اول ما دخلت قلت لك ايه؟ بص السوريين كاتبين عليك ايه في هولندا؟ لانك انت كلمت صح. انما نقعد نجيب طول النهار ناس بيتخانقوا واتنين ما مش كده. انما البرلمان نديله فرصه وانا واثق انه جاي وهيعمل حاجه، صدقني. بس بلاش ايه بقى نقعد نمسك له على الواحده، ده فلان مش عارف قال ايه للتاني. في تغيير وزاري متوقع في الايام القادمه قبل يعني 27، قبل عرض الخطه. لازم قبل عرض الخطه لازم يكون في تغيير وزاري. احنا بنتكلم الاسبوع الجاي يعني يوم السبت او الاحد هنعرف، اذا ما كانش بكره. نصيحتك لرئيس الوزراء ايا كان المكلف، سواء كان الحالي او شخصيه اخرى احنا ما نعرفش، نصيحتك ليه ايه؟ ونصيحتك ايه لوزير الاعلام؟ وهل تتوقع ان تعود وزاره الاعلام في التغيير الجديد ولا لا؟ اتمنى. انا ما اقدرش اقول اتمنى ان تعود وزاره الاعلام. اتمنى. بص عايز اقول حاجه، كلمه الحق بتاعت ربنا. انا بقول لك انا صادق ومش عايز اي حد يقول عليا ان انا بكذب. شريف اسماعيل رئيس الوزراء الحالي انا بشبهه بانه زي عاطف صدقي. عاطف صدقي كان من احسن خمس وزراء رؤساء وزراء مصر في يمكن في الخمسين سنه اللي فاتوا. ده صحيح. نسخه من عاطف صدقي شريف اسماعيل. وانا اشتغلت فيه عن قرب في القطاع الخاص الفتره اللي فاتت وهو وزير بترول. رجل له رؤيه وصاحب قرار وما بينشيلش في الصغائر، ومصر هتحس بعدين بقيمه هذا الرجل. ينقص الحكومه انها تكون عندها ماستر بلان لكل وزاره وكل محافظه. مش لازم ماستر بلان خطه تنميه شامله للحكومه كلها، لا. رئيس الوزراء لازم يدي تكليف اول ما الوزاره تتكلف الجديده بقى قدامك 4 أشهر 5 أشهر، وكل واحد فيكم يعرض ماستر بلان لخطته في ال 20 سنه اللي جايه. وبعدين هو بقى من خلال دول يعمل ايه؟ انتجريشن مع بعض عشان تبقى الماستر بلان الرئيسيه بتاعه الدوله. ارجو 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 ان الناس تقلل من التصريحات، انا ما كنتش على موضوع مشكله التصريحات. وانا نفسي يبقى في مكتب متابعه في الرئاسه او في رئاسه الوزراء عشان اي مسؤول يطلع تصريح، تعالى بعد شهرين انت قلت كذا يوم كذا، ما عملتش ليه؟ وضع حسب. قالوا وده كان نفسنا نعمله معاهم على فكره، احنا رابين قريب كده يعمل لهم مفاجاه. ست اللي هو سمير فرج مدير اداره الشؤون المعنويه الاسبق محافظ الاقصر الاسبق، انا بشكرك على وجودك معانا. ردود فعل كبيره جدا على صفحتنا على الفيسبوك على الكلام بتاع حضرتك، انا شخصيا استمتعت بهذا اللقاء على وعد بان يتكرر ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه ونشوفكم بكره يوم بيوم.